بعد إدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات وتقرير لجنة الخبراء للتصويت عليها وتحديد توقيتات الاستجوابات والأسئلة الشفوية خلال الجلسة المقبلة، رفعت جلسة مجلس النواب إلى يوم الاثنين المقبل، والقوانين المهمة لا تزال بانتظار التصويت عليها. يعني جلسة اليوم ضمت تصويتات في أكثر فقراتها، تصويتات على بعض مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين. تم عقدها بعد إكمال النصاب بصورة قانونية. تم إضافة فقرة واللي هي موضوع تقرير لجنة الخبراء أو ما تسمى بلجنة الخبراء. تم التصويت عليه، لكن كانت هناك اعتراضات على أصل موضوع لجنة الخبراء. فبالتالي تم رفع الجلسة نصف ساعة للتداول في هذا الأمر. وأيضا كان هناك مقترح من رئيس مجلس النواب باستدعاء رئيس الجمهورية لجلسة اليوم أو لجلسة ما يعني اليوم أو غدا للاجتماع مع رؤساء الكتل ومع رؤساء اللجان، لأنه دائما مجلس النواب اللي هو 328 يختزل بالعشرة المبشرين بالجنة، زين. فبالتالي للتفاوض معهم أو التكلم معهم حول الأحداث الأخيرة وما تحدث من أمور، راح يجيبون الطبخة لا داخل مجلس النواب، شيل إيدك نزل إيدك. وفي تطور سريع، اجتمعت هيئة رئاسة البرلمان بالكتل الكردستانية بشأن مقاطعتها لجلسات مجلس النواب وتفعيل الحوار بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة. وعلق نواب التحالف الكردستاني في 12 من أيلول عام 2017 حضورهم لجلسات البرلمان على خلفية تصويت مجلس النواب على قرار يرفض إجراء استفتاء إقليم كردستان. أولا، الكرد كانوا ولا يزالون مع لغة الحوار مع التفاوض، ووفد كردستان سيأتي إلى بغداد للتفاوض مع يعني لاستمرار مفاوضاتهم. نحن لا نمل من الحوار، نحن لا نمل من المفاوضات، نحن حتى لو كانت هناك بصيص من الأمل في الحوار نحن نتمسك به. وما يجري الآن في أقليم كردستان استفتاء حق طبيعي للشعب، لا نأخذ يعني لا نأخذ حق أحد ولا نعتدي على أحد، وفي نفس الوقت لا نقبل أحد أيضا يعتدي علينا. نمارس حق شعب وفقا للدستور وفقا للقانون، ووجدنا بأن الاستفتاء هو الحل الأمثل لبيان العلاقة بين المستقبلية بين بغداد وبين أربيل، ولكن الحوار وثم الحوار وثم الحوار هو الأسلوب المتبع من قبل الكرد ونحن مستمرون عليه. يجب أن تكون حتى وإن لم تكن هناك خطوط، يجب أن تكون هناك خطوط للتهدئة والحوار، لأن الوضع العراقي والوضع الإقليمي لا يتحمل الأزمات في الوقت الحاضر. نحن شعب واحد، الأخوة الكرد هم أبناء الشعب العراقي، لديهم طموح يتحقق هذا الطموح، قد يكون بعد سنة بعد سنتين بعد خمسة بعد عشرة، لكن الوقت الآن هو غير مناسب لإثارة أي أزمة. لذلك علينا جميعا أن نتجه إلى الحوار ونتجه إلى التفاهمات التي لا تخلق مشاكلا أكثر من هذه المشاكل التي نحن فيها. الجلسة شهدت التصويت على التوصيات التي تم رفعها من لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الأقاليم والمحافظات المنتظمة بإقليم ولجنة الخدمات والإعمار بعد استضافة محافظ بغداد وأعضاء مجلس المحافظة. تحدي المواقف بين بغداد وأربيل يسجل أعلى المستويات. تحالف الكتل الكردستانية ما يزال مقاطع لجلسات مجلس النواب، والتصعيد السياسي هو سيد الموقف. من داخل مجلس النواب، علي حميد، قناة الرشيد الفضائية.